والله. لا خالص والله ما في داعي خالص. ايه يا تهاني، انت بتغيري ولا ايه؟ يمكن عشان البنت حلوه شويه. معقوله ده حته ساس لا راح ولا جه؟ ايه الاحساس العجيب ده؟ لا لا لا، انا اهم حاجه عندي شغلي وبس. نظرتي عمرها ما خيبت، عمري ما نشمت غلط. بنت حلوه وسهله، وما دام كانت عايشه بره تبقى سهلة. تعالي 1500 جد، وعايزة تقابل سعادتك برا. هات ازيك يا فندم. يا تهاني، ايه الاخبار؟ كله تمام الحمد لله. الدكتور صلاح لقى حد يقف مكاني في الصيدليه وعرفته الشغل يبقى ازاي، وان شاء الله من بكره مش معاهم. معلش انا النهارده مش فايق خالص، وانت كمان لازم تعودي على ضغط الشغل. رضا هيفهمك على طريقه شغلنا، ومن بكره تبقى معانا. اوكي تمام، على اذن حضرتك. اتفضلي. على اذنك. الله يخليك، عاملة ايه؟ تمام. سميحة هنا؟ اه موجودة، خش. سميحة جيكا، ازيك؟ اه عامل ايه؟ طمني عليك. مش مبسوطة يا سميحة، مش مكفيك اللي حصل لي؟ قاعدة تحط عليا؟ هو في ايه بس اللي عملت لك ايه؟ انت رحت امبارح عند طارق حامد؟ هو ده اللي مزعلك؟ هو سميح لو كان شايفك كان زمان دلوقتي برمي في التخشيبه. وايه اللي هيخلي سميح يشوفني؟ يا بنتي قلت لك مكتبه في نفس العماره، قلت لك كده المره اللي فاتت. معلش يا جيك، اصلها بتيجي لحد ستارك بتاعها ده وبتتوه. وانا كان لازم اروح له. ادعي يا جيك يشغلني معاه، نفسي بجد اخلص من سكه المرمطه اللي ملهاش اخر. مش انا اديتك تليفوني وقلت لك لو رحت تاني هناك كلميني. خلاص يا جيك ما تزعلش، حقك عليا. عادت على خير، وسميح ما كانش هناك، بس الموضوع ده ما يتكررش تاني الا بعلمي. الله، ليه ان شاء الله؟ هو انت كنت جوزي ولا ولي امري؟ لا يا سميحه، انا لا جوزك ولا ولي امرك، انا المقداس اللي اخوك بيمسح في رجليه. خلاص يا جيكا حقك عليا، النبي ما تزعل. ده انت الوحيد اللي وقفت جنبي، وانا عارفه كويس ان انت عايز الخير، بصراحه انا قلبي حاسس ان الخير مع طارق. انا اوعدك ان انا مش هعتب هناك غير لما اقول لك. يا بنت الناس انا مش عايز اتحكم فيكي، انا برسيكي على الفوله، بصراحه العباره كده. انا مش عايز تحبس او انطب. بقولك يا جيك يا اخويا، احنا جوز نسوان عايشين لوحدين، والحته البيئه دي ما بتصدق حكايه وتقعد تنضغ فيها، فياريت يعني تخف رجلك علينا شويه، ما احناش ناقصين يا اخويا. عندك حق رجاء. الله، هو في ايه رجاء؟ خلاص اقعد اشرب الشاي بدل ما يترمي. اقعد اقعد اقعد.
جيت لك في نفس المكان ده. قلت لك لو عايزة حاجة اطلبي، أنا تحت أمرك. أنا بشع وبطفح الكوت عشان مين؟ عشانك أنت وأخوكي. واقف زنهار في الشارع، استحمل اللي يسوى اللي ما يسواش عشانكم. جيت لك في نفس المكان، قلت لك عايزك تطلعي أحسن واحدة في العالم دي كلهم. ترفعي راسي. كسرتيني، كسرتيني يا فوقية. ظهرت حنا، ظهرت حنا يا فوقية. أنا غلطت، كنت بضحك عليا من كلب، كنت فاكرة بني آدم. غلطت، جاي اقول لك كلمتين اديهم حلقه في ودنك. الغلطه بعد كده بموتها، بموتها فوقيه. ليه دلوقتي؟ المفروض تبقي مبسوطة إن ربنا كشفه لي. كنت فاكرة إنه بيحبني بجد. أنا حذرتك، بس أنا هخليه عبرة. المهم أنت دلوقتي تفضلي محافظة على هدوءك، وإحنا مش هنجيب سيرة لحد، لا الأنكل شوقي ولا الجلجلة. أنت لازم تبقي أقوى من كده. هعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. طيب انا كده فهمت اجنده المواعيد والتليفونات. بالنسبه للعملاء، العملاء نفس النفس، تاخدي ارقام تليفوناتهم وعناوينهم وتسجليهم. طب وبالنسبه للقضايا؟ بصي، عندك دفتر للقضايا تسجلي فيه كل القضايا اللي بيقبلها المكتب، وفي تاني دفتر للمحاميين اللي لسه بيتدربوا. انا عايزه افهم حاجه، هو انا لو ما كنتش سالتك ما كنتش هتقولي اي حاجه خالص؟ هو انت مش متعلمه وفاهمه؟ امال هتاخدي 1500 جنيه ليه؟ بأمارة ايه؟ رضا، هو انت متعلم؟ ايه؟ يعني معاك شهادة ايه؟ اول هام اسمها استاذ رضا، تاني هام هو حضرتك جايه تشتغلي ولا تتعرفي ولا تكونيش اساسا بتعملي لوحه شرف؟ اتفضلي يا استاذه شوفي شغلك. انا قلت للاستاذ ان انا هشتغل من بكره. يبقى مع 1500 سلامه وتنورينا بكره. واطي واطي. يا عمنا شفت الموز اللي كانت ماشيه جنب الدوريه؟ وانا بس ده الشارع كله بص عليكم. مين دي؟ شكلها كده بنت راجل الهلومه اللي جه هنا من كام يوم، وخطيبه صاحبك اللي في الرابع. سميع، عيب عليك تبقى قاعد قدام العماره كده مش واخد بالك من اللي طالع واللي داخل. معلش يا فتيحه، دماغي عماله تودي وتجيب ومش مرسياني على بره. شفت دول؟ ايه دول يا عمنا؟ صاحبك اللي في التامن. ماله؟ عايزني اغيرهم له، بيقول ان الفلوس المصري اللي معاه خلصت. يا ابن الحراميه، قلت لك الراجل ده ورقنا وهيلطنا معاه كل يوم يطلع بحكايه شكل. يا عمنا عايزين نخلي مسؤوليتنا ونبلغ الحكومه. لا يا فتيحه، الله ان بعض الظن اسم. هو صحيح الراجل ده حالته مش اللي هي ودماغه مش اللي هي؟ هو ايه اللي هي ولا مش هي؟ انا ما فهمتش حاجه. يعني زي ما يكون هربان ومش عايز حد يشوفه. بص، احنا نعمل باصلنا ونصبر عليه. بقول لك يا عمنا، من الاخر كده، لو الموضوع ده اتكشف انت اول واحد هتروح في الرجلين.
ايه يا سعاد، في حاجه؟ لا يا اخويا مفيش، بس كنت عايزه اقول لك كلمتين محشورين في زوري ومش عايزه حد غيرك يسمع. وغشتينا يا سعاد، في ايه؟ البت فوقيه. مالها تاني؟ ملهاش، بس انا قلقانه، اصلها هترجع الجامعه. وده اللي في ايه ده؟ الواد يرجع يتنطط لها تاني ويزغلل عينيها بالورقه العرفي تهرب معاه تاني. ما اظنش يا سعاد، فوقيه مش عبيطه عشان تغلط نفس الغلطه مرتين. طب عايزك لما ترجع تخوفها شويه، تحسسها انك ممكن تعدي عليها في الجامعه في اي وقت. طيب لما ارجع البيت هتكلم معاها. واوعى تقول للواد فتيحه على عنوان الراجل اللي اسمه الهلوتي. انت شايفها سعاد مصمم وراكب دماغه. انا قلت له يومين وهكلمك في التليفون، ما ردتش عليه لغايه دلوقتي، لغايه ما اشوف هتصرف ازاي. استاذ ياسر بيقول لك يا اسطى عنده ميعاد وعايز يمشي. طيب انا جاي. روح انت دلوقتي يا سعاد ونكمل كلامنا في البيت. طب ما تنساش اللي قلت لك عليه. يا فنجري، ازيك؟ عامل ايه؟ تمام. دلوقتي لو حبيت انا بكل حاجه جاهزه. خلاص تعالى لي على هناك وانا هكلم الباشمهندس يحصلني على هناك برضه. طب هات ورقه وقلم وخد العنوان. ايه يا نجم، هتركن ولا طالع؟ لا طالع ولا نازل، انا بس عايزك تركني في حته مخفيه كده وتغطي العربيه، هنقول كلمتين في السريع واظبطها. ظبط مين يا تمبل بعياله؟ يلا امشي من غرفه ده عياله. كلم عادل ياض بقول لك خراديب. راضي مين يالا يا سيس انت؟ يلا امشي يالا، مشروعك نصين يا امشي يالا. مؤاخذه انسى انستي وزفت، استغفر الله العظيم يا رب. يلا الغرفه ده يالا، يلا يلا يا انسى. انت واللي خلفوك. يا عم جنيدي، غيرت الفلوس لشفيق اللي في التمن؟ ايه ده يا جارع، ده الجنيه بتاعنا بقى برخص التراب. تصدق الراجل اداني قد اللي انا اديتهم له خمس مرات. طب ما تطلع تديهم له. لا يابا مش دلوقتي، لما يجي معادي. انت عارف لو طلعت له قبل ما يجي الميعاد بيتلبش ويقرفني ويلبش جدتي معاه. ازيك جيكا؟ ازيك يا استاذ؟ ازيك يا عم جنيدي؟ اهلا يا استاذ. تشرب شاي ولا انت ماشي؟ ماشي فين؟ ده انا جاي اصلا عشان اشرب شاي. الركين بيقولوا انه بيشرب احلى كوبايه شاي من ايدك. ولا قلت له حاجه، ده جاي برشط. أهلا. ماشي من عينيا يا استاذ. لا من ايديك. هو مين اللي بيلبش عم جنيدي؟ شفيق اللي في التامن. ومالك قطمتك ده ليه؟ ماله شفيق بتاع التامن؟ انت مخبي عليا حاجه. الراجل ده شافه عامل عامله ومتهم من الحكومه. شعبان المخبر جه من كام يوم هنا وسال عنه. يوم استخبى ببيته؟ ما كده هيجيبوه، ده حمار قوي. وانا ما كنتش بفهم قوي. الراجل ده كان مسافر ورجع ومقفل على نفسه كان الشقه لسه مقفوله. الراجل ده بيداري من مصيبه. انا بقول كده برضه. هو كان مسافر فين؟ انا ما اعرفش. عم جنيدي بيقول كان مسافر الخليج ومعاه دولارات. تبقى سرقه. أدام دولارات ومخبر يبقى نائب نهيب. اقطم بقى على الموضوع ده، عم جنيدي قال لي ما نجيبش سيرة لحد. الشاي. بس أنا مش فاهم قصدك إيه من الرسمة دي يا درويش. يعني أنت متصور لما أنا أرسم كاريكاتير للحرامي، أرسمه إزاي؟ طول عمركم في الكاريكاتير بترسموا الحرامي لابس فانيلا مخططة بالعرض وعلى عينيه شريطة سودة مخرمة. أيوه وماسك في إيده حلقة مليانة مفاتيح. ده كان زمان. دلوقتي بنرسم الحرامي لابس بدله سودا، وبدل الشريطه السودا على عينه نضاره سودا، وبدل سلسله المفاتيح ماسك في ايده سجار. وده طبعا بعد ما اتغير الحرامي. بالظبط كده. في بلدنا اللي بيسرق كتاب بيبقى دكتور جامعه، واللي بيسرق حته ارض بيبقى رجل اعمال، انما اللي بيسرق رغيف بيبقى سفاح. هي سرقه سرقه، بس اللي بيسرق عشان جعان مش زي اللي بيسرق وهو عنده ملايين في البنك. اللي بيسرق وهو جعان لما بيشبع بيبطل سرقة، بس بقى اللي بيسرق عشان يكوش على كل حاجة ما يبطلش السرقة أبدا. في ناس بتسرق عشان تستمتع بحياتها، وفي ناس بتسرق عشان تخطط لحياتها. النوع ده أخطر. وده بقى الأقرب للحرامي اللي أنا برسمه دلوقتي. سرقة
خنقونا ونهبونا وسابونا في الزحمة والتلوث اللي مغرق القاهرة، وراحوا هما يعيشوا في التجمعات بتاعت المليونيرات. ده غير اللي خدوا القروض وخلعوا وسابوا مصر كلها. تضارب القوانين هو اللي بيخلي الحرامي وهو ناهبها يهرب بره البلد تحت عينين الأمن. قصدك جوه عينين الأمن. اهلا يا حصون. اهلا اهلا، مرحب. اقوم اعمل لك شاي بقى. لا خليك، هو الراجل اللي اسمه شفيق ابو الحسن اللي ساكن في التامن وصل؟ لا ما وصلش لسه، التامن مفقود زي ما هو. ما هو فتحي قال لي انك انت جيت وسالت عليه، وان شاء الله لو جه حاجه بلغك. تعالى اجيك، عاوزك في كلمتين. يلا هب باي مصلحه. ايه يا عم شعبان انت على طول ما اشفر كده؟ يلا خلص. اخلص حاضر. اتفضل. ايه ده ايه ده؟ صححهم، انا همشي اشخلف بيهم. انت بتتأمر؟ تقول ايه؟ ما بقولش حاجة، أصل بعت المجمد لأمي. بلطجة وبحلقة، ايه؟ أيوة يا مدام سوزان. ألو، أخبار صحتك ايه النهاردة؟ أنا كان نفسي تقبل عزومتي على الغدا أول ما تخف على طول، يعني أعتبر ده وعد منك؟ أوكي، في المكان والوقت اللي تحدده. إحنا بقينا أصدقاء، ده طبعاً إذا سمحت لي. أنا حاسة إني مقصرة في حقك، حتى علشان أشيل الحمل عن أختك شوية. بتشكرني على إيه؟ أنا بجد كان نفسي أكون موجودة جنبك في وقت زي ده. خلاص، يبقى أنت تحدد الميعاد والمكان. أوكي؟ مع السلامة. السلام عليكم. مساء الخير. مساء الخير هندسة. يلا يا شباب تعالوا. أهلا بيك. أهلا بيك. أهلا بيك. إيه يا هندسة؟ مين بقى اللي هيركب؟ حضرتك اللي هتركب؟ طب عايزين بقى نتفق مع بعض نشوف حاجة بقى نركب فيها، أماكن تكون مخفية جودة. ممكن أوريك. طب إيه رأيك لو مثلا لو دي؟ ينور يا باشمهندس كده، محدش يقدر يكشفها. انا ظبطت لك السيرفر زي ما انت عاوز بالظبط، وبوصل لك الكاميرات. بس على فكره مفيش حاجه هتتسجل الا لما يبقى في حركه قدام الكاميرات، تمام؟ هنا الوصله دي بتاعه الدي في دي اهي، تمام؟ هنا كمان في وصله يو اس لللاب، ممكن ننقل على اللابتوب على طول اللي انت عاوزه وتعمل كل اللي انت عاوزه
على سيدي هاب، تمام؟ وممكن حاجة تانية كمان، تطلع الصور اللي انت عايزها من خلال الله كده. تمام قوي زي الفل يا باشمهندس، بس مش هوصيك بقى، انت عارف السرية مهمة قد ايه. ده انا اللي مش هوصيك، انت لا شفتني ولا تعرفني ولا عمرك كلمتني، تمام؟ هو ده الكلام. ولو حصل اي تهنيك او ما اشتغلش بلغني. هيحصل وبلغك. طب انت ركين يا استاذ في ايه؟ مالك يا عم؟ انا وانت والاسم جريدي ده مش لاقيين ناكل. ده لما بتغدى ما بقاش ضامن العشاء. وانت زي ما حكيت لي عاوز تبني شقه عشان تتجوز فيها. تتهدي الشقه دي فوق نافوخي اللي كانت فلوس حرام. حرام ده يا مغفل؟ هو احنا اللي سرقناها؟ هو اللي سرقها؟ ده بالنسبه لنا حلال. حلال يا استاذ؟ انت هتفتي؟ اه ممكن يكون الراجل ده سرقها، بس ده مش اكيد برضه، ممكن تبقى فلوسه في الاخر. ماشي يا جيك. طب هي لو فلوسه مش كان راح حطها في البنك وصرف منها براحته؟ بلاش دي. شعبان المخبر كان بيسأل عليه ليه؟ عاوز يلعب معاه 10 طاوله؟ يا عم الحكايه باينه زي الشمس، بس انت مش عاوز تصدق. ماشي، ممكن يكون الراجل ده عامل مصيبه ومش بعيد يكون قاتل وقتيل، بس في الاخر حد الله بيني وبين فلوس الحرام انا ما احطش في بقي قرش حرام. انت هتقول حرام تاني؟ ايوه يا استاذ، حرام تاني وتالت ورابع كمان. يا عم هو احنا لقينا الحلال وقلنا له لا؟ وبعدين بدل ما انت عملت اسس فيا كده، اسس نفسك يا اخويا، استكها بالدولارات بالاخضر. بالك الدولارات دي لما تتقفش الحكومه هتضرب عليها عوافي. فكرة كده يا استاذ؟ طبعا. هو اللي بيروح عند الحكومه يجيك بيرجع تاني؟ دي حكومه تقتل اللي قتلته وتمشي في جنازته. لا اله الا الله. وعمال تقول لي مش عايز التلامذه بتوعي يشوفوني شوفه وحشه. ايه يا استاذ مالك؟ مالي؟ طب اخويا انت حر، خليك كده زي ما انت، وش فقر. ما انا عشان وش فقر حر، غير كده هبقى بالمحابيس. بقول لك يا ركين، انا هعمل المشروع ده بيك من غيرك، هعمله هعمله، واديني قلت لك. وبعدين بقى في المصيبه دي؟ وبعدين يا اخي؟ نازله. هو احنا رايحين نتفسح؟ ده شغلي يا مرة. رجاء وحيت ابوك انا مش فايقلك خالص. اه طبعا، ما انت من ساعه ما عرفتي ست طارق بتاعك ده لا فايقلي ولا فايقه لحد، وانا قلت لك قبل كده ما تشعلقيش نفسك بحبال دايبه. يا رجاء ارحميني وارحمي دماغي شويه. بس انا عايزه اعرف يعني انت لما القرشين اللي معاكي يخلصوا هتصرفي منين؟ مستوره. قولي مفضوحه، قولي موكوسه. اما يبقوا يخلصوا هبقى انزل الشغل تاني. يا بنتي هو انت ليه مش فاهميني؟ انا نفسي ان انت تعملي لك قرشين للزمن. راس مالنا اللي بيوكلنا عيش ده مش دايم، اعملي لك قرشين بدل ما ترجعي تندمي. يو بقى لو زهقنا مني او تقلت عليك انا ممكن ادور على مطرح تاني اقعد فيه. ده كلام تقوليه يا سميحه؟ ده انا مش عارفه من غيرك كنت عشت ازاي، كان زماني اتجننت ولا بكلم نفسي. يا سميحه انا خايفه عليكي، وعلى العموم انت حر. ما تخافيش يا رجاء. خلاص انا هنزل بقى وبالليل نتقابل عند سعد. اوعي ما تجيش هزعل منك. فتحتي مع الموضوع؟ لا لسه، مش عارفه اجيبها له ازاي. لما تيجي انت بالليل بقى نبقى نشوف هنعمل ايه. سلام. حبيبي صباح الفل. تعال 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 تعال، خش 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 خش. صباح الخير يا عم جنيدي. صباح الخير يا بنتي.
طالعه فين دي؟ طالعه فين دي يا احمد ميدو؟ ما هو اصل اصل ايه ما تقول لي؟ صاحبك شغالها عندي. صاحب مين؟ سميح. اسمع بس، خد يا غرع انت يا غرع. ما بس يا عم جنيدي وبعدين افتحها ما تجرنيش وراك يا ابني. اسمع اسمعني، البت تهاني دي بت جدعه وما يتخافش عليها. عم جنيدي انت مش فاهم حاجه، الواد ده بيعمل كده عشان يذلني، انا مش عايزك تخش في الموضوع اللي بيني وبينه. الواد ده كلب وابن 60 كلب، بس لو دخلها على طرف هصيح دم واقول يحصل يحصل. ازيك يا أنسة؟ اللي انت سبتي شغل الأجزخانة وجيتي هنا؟ ايوه، وانت عايزة ايه من هنا؟ لا ولا حاجة، اصلا انا عديت كذا مرة على الأستاذ سميح عشان عاوزاه يعني في حاجة بخصوص قضية صفية هاني، والأستاذ رضا قال لي انه هيقول له. ما قالوش. الأستاذ لسه ما جاش، لما يجي هبلغه. ماشي. الا الأستاذ سميح هو اللي جابك هنا ولا الأستاذ رضا؟ فرحانة انت معطلاني عن شغلي، اتفضلي انت دلوقتي ولما يجي الأستاذ هبقى بلغه. ماشي. عيب، ارحم ارحم نفسك. عم جنيدي انت مش فاهم حاجة. يو افهمني بس يا ابني افهمني. مش عايز افهم حاجة انا. ايه اللي جايبك هنا ان شاء الله؟ انا جاي قلت يمكن الاقيكي. ايه خلاص فهمت عليكي؟ اوعى ايدك كتقطع ايدك. ما بقيتيش تفكري فيا، فرحانه انا بحبك. خلاص يا اخوي، ما بقتش اكل من الكلام ده، روحي اتحجبيه على واحده تانية تملى لك بطنك الجعانه يا جعان يا معفن. ما تلم نفسك بقى امال يا بت. والله يا فوزي ما هسيبك في حالك وهخليك تندم، وبكره تقول فرحانه قالت. اوعى. أقول لك أنا عارف كل حاجة يا شفيق، لو ما فتحتش هنزل أبلغ البوليس. بصت هتعب يا شفيق. بصت هتعامل يا شفيق. افتح يا شفيق.